والله مو حلو، والله مو حلو علاج. لذيذ. جيب برتقالي واحمر لازم تدري. افتح سيد. كفي ولا زود؟ حلو حق مشوارنا. حق مشوارنا؟ ايوه وايدك. عن طعم البرتقال. اف. طعم البرتقال. ها والله لا فيتامين ذا. ها؟ الحين انكسر هو فيتامين. تبي بعد؟ لا انا ما احبه. هذا صح مني انا. اول مره اشوف علاج الذي. وش هذا طعم زين؟ خشن. فقس. ما ينوكل والله. بس ما عندك شيء ثاني ناكله؟ لا امسك. كله نحط فيه هنا. لا لا كله كامل. كله. تبي ستاند شيء زرعه هنا؟ لا لا. هلا 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 ارجعها امسك. لا ما ودنا نكلمها. نقلق عليها عاملها معاملة عنب. لا لا. كله. شوفت في شعري. ها. سب. اعلف. يلا. اعلف. الله يمسيكم بالخير جميعا. يلا حيهم وشلونكم عساكم طيبين. والله اني ادري الحلق ما يطيب دامك تشرب بارد، لكن يا اخوان يعني مرات شيء في الخاطر. هي وقفت على المشروب البارد، انت مشغل مكيف بارد. انت غم ربك يا ولد. يا اخوي حر يا اخوي ما نوب نبرد نوب صل على النبي يا اخوي برد والله يا عم انت وانت البرد بالعظام يا ابن الحلال رجلين يلا يلا نشيله وتشغل مكيفين انت مريض انت طبعا امسي على نفسي العزيزه ايش يا اخوي يا عم انت لابس لي جاكيت طالع فيه جبل بقواق مدري قوقاز رايح روسيا انت رحمنا يا رجل انت جاكيتك يا ولد درجه حراره كم تحت 18 يا ولد يا اخوي محترم شغل مكيف انا محترم محترم مني يا ابن الحلال يا ولد ارحمنا ارحم انت ارحمنا انت خانق نفسك بذا الجاكيت في تدفئه في زنط زنط عمرك فيه يا ولد طيب لا تشغل مكيف افتح دريشه نسم هواء يا ابن الحلال يزيد ريحه هواء ربي يا ابن الحلال شغل مكيف بالبرد مريض ولا مشروب بارد يا ولد ها انت ايش تبي الحين انت ايش تبي انت والفلوق اللي تصور انت ايش تبي معليش الله يسعدك معليش طفي المكيف ابشر يا محمد طفي المكيف غيره طال عمرك غيره خلنا نلحق على امورنا يا رجال نروح نخلص اشغالنا اي والله ابشر اي والله الساعه 11:50 دقيقه يلا يلا نلحق نلحق ابشر عمال والديك يلا استدعاكم الله يلا استدعاكم والله فلوق والله العظيم يلا نمس عليهم ونصب عليهم مع بعض السلام عليكم وعليكم السلام مشاريع عتيبي لا لا انا اسم مشاريع عتيبي الكاف الكاف ما شاء الله يعيشك خوي عايش محمد ادريس متوفى ونعم يعيشك خوي يديك الصحه والعافيه ربنا يكرمك ربنا يخليك كيف حالك مشاريع عتيبي ما شاء الله ما شاء الله احمد ازيك بس عامل ايه يا برنس الليل يا رمانة الميزانيه حتى منوره السلام عليكم مشاريع عتيبي مين ما شاء الله ذس از فهد عتيبي فهد حياك الله شلونك احلى ناس واحلى قابل الله يسلمك يا مرحبتي ابغاك تهتم لي في وجهه هذا واجبنا ابغاك تدعك شوف فهد اطلع محمد يدخل فهد يطلع محمد لا رايح بيكام تخرج بيكام حلو عرفت بيكام حلو فهد بعدين بيكام الامور طيبه يعني تدخل فهد تطلع بيكام ايوه وعد بيخرج فهد ما فيها وعد يا ولد ما طيب ما في امل بيكام كسرت مع الرجال تفضل 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 محمد تفضل تفضل يا عايشك عايشك محمد عايشك اهتم لي في الرجل ها تفضل ادخل يلا يا محمد بسم الله تفضل دقيقتين اي خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك هي خطر مو مساج هو يا ابن هذا تنظيف بشره لا حول ولا قوه الا بالله فهد ابو محمد يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا محمد يا ويلي فطست انت رجاك قم يلا استعد بيضبطون امورك ان شاء الله ما عليك اهتميت لك في ادق التفاصيل ما دام قلبكم بيدعكون وجهك دعك حياك حيبه باذن الله سهلين امورك طيبه ان شاء الله تدري ايش المشكلة احمد؟
المشكلة ذي وشي؟ إنه فهد ما يشرب قهوة. فخن يعني لازم يشرب. هو أقوى الإسبريسو. إسبريسو دبل. خلصانة يا باشا. شياكة. خلصانة بشياكة. ها معروف محمد برنس الليالي. يعيش خوي عايش. يلا نظبطه هاي مالك. يشربها يعني يشربها ليش؟ لازم نشرب. لأنه عندنا شغل وعندنا مشاوير فلا بد يكون صاحي. لازم يصحى. لازم. خلاص كذا ولا باقي؟ نعملها دبل ولا واحدة بس؟ لا نعمل أعملها إيه؟ أعملها دبل. نعملها دبل. آه نعملها دبل. بس حيموت الراجل حيوقف قلبه. لا لا لا. نعملها دبل يعني. في زر ثاني الحين. أيوة بوس. جيب كوفي. إيش كوفي بوس؟ سمسم كوفي. يس. دبل كوفي. إيه بلاك كوفي. خلينا نعطيه هذا. أيوة واحد حظ واحد. سمي ابو محمد. شو؟ لا انت ان شاء الله. ولا انت سم. ما في سكر. ايه هو بلاك كافي ما في سكر. لا جميل؟ صح صح الله يسعدك يلا. يلا بالتوفيق ها؟ خلو تقهو بالتوفيق حبيبي. مو سكر. ما في سكر ما ينحط فيه سكر. ما ينحط بلاك كافي ما ينحط سكر. واذا لزم الموضوع اصبعك بس حركه. الله يخليك. السلام. هرع ليك؟ لا 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 نزيد الحرارة؟ نزيد الحرارة؟ أيوة عادي. أنا أبغى شتوق يا ملي. أبغى شتوق يا ملي. يا محمد هي يا رجل تو ما وجهك بان يا ما شاء الله سبحان من دلقمك وكورك يا حبيبي يا حي هالشوف ويا حي هالطلة وشوفتك والله شوفتك كل ما طلت هلت حياك هلا ورحب مطر وسحب مطر وسحب يا ام محمد حياك وحي بالك حياك الله طيب يلا كثرت كلام انا طلبت انت تجيب الطلب لا هذه عاد ما تستاهل وجهك كذا ليه ما ادري احس يعني رب تعاون وما ذلوا يا ما احنا داخلين غزو رب تعاون ذل الله يرحم والديك الله ينعم عليكم جميعا الان بس ناخذنا عشاء ان شاء الله على السريع بعدها نروح الاستراحه نفكر لكم بث ابشروا اي والله نعيمه ما قلت لك نعيمه انت قلت لي نعيم طالع حلو يا ولد ما شاء الله وش هالزين بالله في فرق يا ولد القمر نزل عندنا يا ابن الحلال يا اخي والله انك ليه ما انت مصدقني لا احس انك بلغت ليه انا بلغت انا ادري اجمل جملني الله يوفق عدوك ما يعني يا حبيبي ما تغير ولا شيء لا 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 وش هالزين يا ولد اوف يا ولد اي ابوي انت ما شاء الله تبارك الله فرق شاسع سبحان الله شوف خلقة ربك كيف الله لا يبلانا الله لا يبلانا عدوك يا خايس يا عفن اعتذر عن التاخير يا جماعه الخير تونا وصلنا عبد الله فهد بنبث ان شاء الله في حسابي جاكو الاحتياطي حق فيفا من زمان عم بثوث فيفا يا جماعة الخير قلنا نجيكم بتحدي جديد وغريب بنفس الوقت التحدي وش يا طول العمر عبد الله بيكون حكم في أول مباراة وعنده عقاب الشرطة يا أخوان هذا أي واحد يجيب مرتدة على مرماه وتسبب هدف من ناحية فهد ولا مشاري بيشرب الشرطة ما عندك اتفقنا؟ ما عندك لا تجيني يا حكم في حال انهزمنا طال عمرك حلو. وكلنا مخطين واخذنا نتيجة قوية لا يقولك خمسة ولا ستة انقيلكم احلى ملابس ينقيلنا احلى بدلة يا سلام ينقيلنا احلى بدلة جاهز؟ فعلا لا حد ينكب احد فهداني شطة
وتروح تلبس مصيبة مصيبة. وانت بيجيك الدور لا تخاف، بيصير فهد حكم وبيجيك الدور بتلعب معي، بيجيك الدور علمتك ثاني مباراة. يلا يا جماعة الخير حياكم الله، بنبث الآن بحساب الاحتياطي في جاكو. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر.